بمناسبه كره اليد تحديدا، العلاقه بينكم لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك دايما بنشوفها علاقه جيده، كانت العلاقه جيده النهارده في المباراه؟ طبعا طبعا، لا هي علاقه جيده على طول، يعني هم اصحابنا وما فيهاش اي مشكله، بس جوه الماتش طبعا ما فيش الكلام ده. انا ما بتنكر ذاتك وبتنكر كل حاجه، انت بالنسبه لي خصم، انت عاوز تكسب تاخد مني البطوله، وانا عاوز اخد منك البطوله، فطبعا ده في يعني بنقاتل وبنلعب وبيبقى في خبط وضرب ونرفزه ملعب وزعيق، وعادي جدا بعد الماتش بنخرج بنسلم على بعض، ما فيش اي حاجه، ولو في امكانيه بنقعد مع بعض، يعني ما فيش اي مشاكل خالص بتدور بين اللعيبه، وهي جوه الجيم وجوه الصاله وخلاص، والموضوع جوه الملعب، بره الملعب الموضوع انتهى خلاص، ما بنتكلمش فيه، بعدين صحاب عادي جدا، ما فيش اي مشكله. الكرة بتاعت الحمد لله دي حاجه حاجه قويه جدا يعني. الكرة بتاعت احمد الاحمر مع حميد، واحمد الاحمر انا عارف وواثق ان انت عارف انه قد ايه لاعب مؤدب ولاعب تاريخي في كره اليد في مصر. طبيعي طبعا. حسيت وانا بتفرج انه مش يعني مش هو الحكم طرده طبعا، بس حسيت انها مش انتوا في الملعب كنتوا شايفين ايه؟ لا هي كده كده دي ملهاش علاقه، ده قانون مش مقصوده طبعا، هو مش بيقصد، هو قصد يشوط من فوق دماغه. ايوه. بس باد لك طبعا ليه، فجت في وشه. ايوه. القانون بيقول ان انت لو في بينالتي مواجه للجون مباشر، ما فيش اي مدافع ولا اي حاجه، وشط الكوره في وشه دايركت، كانت احمر صريح ما فيهاش نقاش. فعشان كده هي حتى الكوره ما كانتش قويه. وكانت يعني هو عاملها بستايل كده بسكيلز عنده، فهي الكوره جت ضعيفه بس جت في وشه. لكن لكن في القانون احمر. انت عارف يا كابتن احمد، عشان بس ايه، انا ليه حبيت ان انت توضح لي، عشان طبعا احمد الاحمر طلع ترند دلوقتي على تويتر وعلى موقع اكس، وازاي يعمل كده وازاي يضرب اللاعب في وشه، انت بتقول لا 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 لا، كبروا لا الموضوع، الناس كبرت الموضوع. لا ده شخصيه محترمه جدا وكله بيحبه، وده اسطوره اصلا في اللعبه بتاعتنا. لا انا مش شايف الموضوع ما فيهوش اي حاجه وما فيهوش اذى وما فيهوش اي مشكله خالص، هو شاط الكوره في وشه، حتى هو كان عارف. بس هو راح قال للحكم، قال له هي جت في كتفه الاول وبعد كده جت في وشه، عشان احنا بنتكلم في قانون، مش بنتكلم ان انا جبتها في وشه ولا لا. والله احنا بنتكلم في قانون. فطبعا اما حميد قام، طبعا بقه كان فيه دم وعينه كانت ورمت شويه. عشان الكوره لفت على وشه يعني يعتبر، فطبعا الحكم اول ما شاف المنظر ده خلاص، هي الكوره دايركت في وشه خلاص احمر. والله يا كابتن احمد، بس ده قانون مش اذى ولا حاجه يعني. توضيح مهم جدا، انا بشكرك عليه وبهنيك مره اخرى الفوز النهارده وادائك النهارده مع الاهلي بكاس السوبر الافريقي والتاهل لكاس العالم للانديه، ان شاء الله تشرفونا وتشرفوا كره اليد المصريه باذن الله في البطوله باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك طبعا. نهدي الفوز طبعا لجمهور الاهلي العظيم ومجلس الاداره والناس، كل الناس اللي كانت ورانا واثقه فينا وعارفين ان احنا هنجيب البطوله ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد عادل، نجم فريق كره اليد بالنادي الاهلي.